ننتقل بحضراتكم مباشرة إلى مطار القاهرة، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين. مشاهدينا، نتابع الآن وصول طائرة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن تتضمن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. Thank you.
إذن تاريخ مشترك وأواصر راسخة وعلاقات تاريخية ورؤى مشتركة وتنسيق متكامل يجمع بين مصر والسعودية ويميزهما في محيطهما العربي والشرق أوسطي منذ أمد بعيد، حيث تميزت العلاقات بين البلدين بالعمق والمتانة والاستقرار باعتبارهما البلدين الكبيرين في محيطهما العربي والشرق أوسطي، ويعدان ركيزتين أساسيتين من ركائز استقرار المنطقة والعمل العربي المشترك. عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية يزداد رسوخا وثباتا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث ترجمت هذه العلاقات في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤولي البلدين بغرض تعزيز العلاقات فيما بينهما وتنسيق المواقف ودعمها في كافة المجالات. فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين الشقيقين بهدف مواجهة كل مشاكل وأزمات المنطقة، إلى جانب مواجهة التهديدات المتلاحقة والتحديات الهائلة التي لا تهدد فقط الأمن القومي العربي بل تتجاوزه إلى استهداف الشخصية العربية والمحاولات المستميتة لتغيير الهوية والمصير.